مصر تتسلم رئاسة النيباد، والرئيس السيسي يستعرض أولويات الرئاسة المصرية للجنة رؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي. مدبولي يترأس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لصناعة السيارات ويؤكد توطين وتعميق صناعة السيارات في مصر. رغم مرور 10 أيام على الزلزال المدمر، استمرار الهزات الارتدادية في تركيا. 9 بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري. تحية لكم. شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر تقنية الفيديو كونفرنس في أعمال الدورة 40 للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي النيباد. صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة أن الاجتماع شهد تسلم مصر لرئاسة اللجنة التوجيهية للنيباد من الرئيس الرواندي بول كاغامي، حيث من المقرر أن تمتد رئاسة مصر حتى عام 2025. وفي كلمته خلال هذا الاجتماع، استعرض الرئيس السيسي أولويات الرئاسة المصرية للنيباد. شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر تقنية الفيديو كونفرنس في أعمال الدورة 40 للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي النيباد، وذلك بمشاركة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية الأعضاء في اللجنة. الاجتماع شهد تسلم مصر لرئاسة اللجنة التوجيهية للنيباد من الرئيس الرواندي بول كاغامي، وذلك بإجماع أعضاء اللجنة لدعم الترشح المصري. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي فخامة رئيس ماكي سال رئيس الاتحاد الإفريقي، أخي فخامة رئيس بول كاغامي رئيس لجنة توجيه رؤساء دول وحكومات النيباد، السادة رؤساء دول وحكومات لجنة توجيه النيباد، السيد موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، السيدة ناردوس بيكيلي توماس المديرة التنفيذية لسكرتارية الوكالة، أود في البداية أن أتقدم بخالص الشكر لأخي فخامة رئيس بول كاغامي على ما بذله من جهود خلال فترة توليه رئاسة اللجنة على مدار السنوات 3 الماضية، لا سيما في ظل التحديات الجمة خلال تلك الفترة. كما أشكركم على ثقتكم الغالية التي منحتموني إياها لتولي رئاسة اللجنة خلفا للرئيس كاغامي. وأود في ذات السياق أن أعرب عن التقدير للرئاسة السنغالية للاتحاد الإفريقي على مدار عام كامل، التي شهدت جهدا خالصا من جانب أخي فخامة رئيس ماكي سال لدعم مواقف القارة الإفريقية والدفاع عن مصالحها في مختلف المحافل الدولية. كما أود الإشادة في هذا الصدد بنتائج القمة التي استضافتها السنغال مطلع شهر فبراير الجاري لتمويل مشروعات البنية التحتية بالقارة. السيدات والسادة، لا شك أن الأزمة الاقتصادية الدولية التي نمر بها تقود من جهود التنمية في قارتنا الإفريقية، الأمر الذي يستلزم النظر في موارد تمويلية جديدة وغير تقليدية، كما يتطلب بذل الجهد مع شركاء القارة في حل أزمة الديون المتراكمة بما يمكن القارة من استعادة وتيرة التعافي الاقتصادي. واسمحوا لي في هذا الصدد أن أستعرض معكم أولويات رئاسة مصر لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية النيباد خلال الفترة من 2023 إلى 2025، والتي تمثل أهدافاً ستسعى مصر جاهدة لتحقيقها بالتعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة ومن خلال سكرتارية الوكالة. أولاً، تكثيف جهود حشد الموارد المالية في المجالات ذات الأولوية بالنسبة للقارة، ومن بينها تطوير البنية التحتية بما يصب مباشرة في صالح تحقيق أهداف أجندة التنمية الإفريقية 2063، لا سيما من خلال حشد التمويل
لقائمة المشروعات ذات الأولوية في مجال البنية التحتية، والتي تتضمن 69 مشروعاً خلال الفترة من 2021 إلى 2030، من بينها مشروع خط الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، والذي أشرف بتولي ريادته، وكذا طريق القاهرة كيب تاون، ضمن مشروعات أخرى ذات أهمية لدولنا. ثانياً، التركيز على محور التحول الصناعي والبناء على ما تم تحقيقه من نتائج خلال القمة الإفريقية الاستثنائية حول التصنيع التي انعقدت في نيامي في نوفمبر 2022، وبما يضمن تطوير سلاسل القيمة المضافة القارية التي أصبحت تمثل ضرورة قصوى، خاصة بعد تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. ثالثاً، الإسراع في تحقيق الآمال المستهدفة من اتفاقية التجارة الحرة القارية مع دعم الدول الإفريقية لتعظيم الاستفادة مما ستتيحه الاتفاقية من فرص للاندماج في الاقتصاد العالمي، ومن زيادة فرص العمل خاصة بين قطاعات الشباب والمرأة. رابعاً، تأكيد أهمية مشاركة الدول الإفريقية لخبراتها في مجال البنية التحتية، إذ انخرطت مصر في تجربة تنموية رائدة في هذا المجال على مدار الأعوام الثمانية الماضية. كما أود الإشارة في هذا الصدد إلى مشروع تنموي ضخم، وهو سد جوليس نيريري في تنزانيا، الذي يعد نموذجا يحتذى به للتعاون بين الدول الإفريقية في المجال التنموي، ويتم تنفيذه بأيد مصرية وتنزانية. ونحن على أتم استعداد لمشاركة خبرات الشركات المصرية مع الدول الإفريقية الشقيقة الأخرى. خامساً، تكثيف التعاون والتنسيق مع الشركاء الدوليين ومؤسسات التمويل الدولية لسد الفجوة التمويلية في مشروعات التنمية المستدامة، وتخفيف أعباء الديون عن الدول الأكثر تضرراً، مع الاستفادة من المبادرات الجديدة التي يتم طرحها خلال قمم الشراكات التابعة للاتحاد الإفريقي. السادة الحضور، أتطلع للتنسيق بشأن أولويات الرئاسة المصرية للنباد مع أشقائي أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات أعضاء اللجنة التوجيهية، والتعرف على مقترحاتهم في هذا الصدد. استأتي رئاسة مصر للنباد تمثيلا لدول القارة الأشقاء، حيث تمثل تلك الأولويات أهدافا نتشارك في تطلعنا لتحقيقها، تلبية لطموحات شعوبنا وسعيا لتحقيق التنمية التي نصبو إليها. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد موسيس كوريا المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كينيا وزير الاستثمار والتجارة والصناعة، الذي قام بتسليم رسالة خطية من الرئيس الكيني ويليام روتو تضمنت الإشادة بتميز علاقات الصداقة والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مع الإعراب عن التطلع لمواصلة تدعيم تلك العلاقات على جميع الأصعدة. قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرسالة قد تضمنت أيضا طلب تقديم مصر دعمها للمساعي الكينية لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية بين التجمعات الاقتصادية الثلاثة الكوماسا، شرق أفريقيا، جنوب أفريقيا. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد موسيس كياريا المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كينيا وزير الاستثمار والتجارة والصناعة، الذي قام بتسليم رسالة خطية للسيد الرئيس من الرئيس الكيني ويليام روتو، تضمنت الإشادة بتميز علاقات الصداقة والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مع الإعراب عن التطلع لمواصلة تدعيم تلك العلاقات على جميع الأصعدة. أوضح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرسالة تضمنت طلب تقديم مصر دعمها للمساعي الكينية لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية بين التجمعات الاقتصادية الثلاثة الكوميسا، شرق إفريقيا، جنوب إفريقيا، لا سيما في ضوء أن إطلاق الاتفاقية تم بشرم الشيخ عام 2015،
كما أن مصر من أوائل الدول التي صدقت على الاتفاقية، وكذا رئاسة مصر الحالية لتجمع الكوميسا. أضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أكد التطلع المتبادل لتدعيم العلاقات الثنائية وتفعيل أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، كما أكد سيادته الدعم الكامل لمسعى الرئيس الكيني فيما يتعلق بجهود تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الثلاثية، التي من شأنها أن تسهم في تعزيز التبادل التجاري بين الدول الإفريقية وزيادة معدل التكامل الاقتصادي بينها. ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لصناعة السيارات، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. خلال هذا الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تستهدف توطين وتعميق صناعة السيارات، خاصة توطين صناعة المركبات التي تعمل بالكهرباء، في ظل الاهتمام المتنامي بمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم حاليا، موجها بتشكيل مجموعة عمل لبحث دعم آليات تحويل سيارات النقل والميكروباص للعمل بالكهرباء. وخلال الاجتماع أيضا تم الإعلان عن تشكيل مجلس إدارة صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، كما تم الإعلان كذلك عن إطلاق وحدة صناعة السيارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة. في سياق متصل، شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي التوقيع على 3 اتفاقيات إطارية لتصنيع السيارات بين الحكومة وعدد من شركات السيارات المحلية والعالمية. وتهدف هذه الاتفاقيات الإطارية إلى تحقيق تعاون ملزم بين ممثلي الحكومة المصرية والشركات، بما يعمل على تحقيق أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات. وعلى هامش التوقيع أكد مدبولي أن الاتفاقيات الموقعة تأتي في ضوء اهتمام الحكومة بتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر، وخاصة السيارات صديقة البيئة، لافتا إلى صدور قانون خاص بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات. أشاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بنتائج مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي كضيف شرف على رأس وفد حكومي رفيع المستوى في القمة العالمية للحكومات التي عقدت مؤخرا في إمارة دبي، وقد شهدت المشاركة الأكبر لمصر على مدار نسخ القمة. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي أشار فيه مدبولي إلى أبرز الفعاليات الرئاسية التي شهدها هذا الأسبوع، ومنها كذلك قمة دعم القدس التي انعقدت في جامعة الدول العربية بمشاركة الرئيس الفلسطيني والعاهل الأردني. كما استعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع الترتيبات المتعلقة بالإعداد والتجهيز للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أهمية قيام الجهات 14 الجاهزة للانتقال في المرحلة الأولى باتخاذ التجهيزات اللازمة نحو انتقال العاملين بها إلى مقراتها بالحي الحكومي اعتبارا من أول مارس القادم. في هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بتكثيف الدور الإعلامي لتعريف الموظفين المنتقلين إلى العاصمة بكافة التفاصيل المتعلقة بمنظومة النقل إلى الحي الحكومي، كما كلف أيضا بتوفير حافز الانتقال للموظفين بجهات المرحلة الأولى مع بدء عملية النقل. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع وفد ضم ممثلي شركات تركية تعمل في مصر أو ترغب في بدء استثمارات جديدة في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة. وفي مستهل أول اجتماع يعقد منذ 10 سنوات، أعرب مدبولي عن خالص تعازيه في ضحايا الزلزال المأساوي الذي وقع في تركيا. كما رحب مدبولي بالشركات التركية الجديدة التي تنوي أو اتخذت بالفعل خطواتها
لبدء أعمالها في مصر، مؤكدا أن الاستثمارات التركية سوف تلقى على الدوام الرعاية والدعم الكاملين. في غضون ذلك، أكد ممثلو الشركات التركية ضرورة الاستفادة من موقع مصر كمركز للتجارة والاستثمار في القارة الأفريقية، مشيرين إلى أن العديد من الشركات التركية ترغب في نقل أعمالها إلى مصر. شارك وزير الخارجية سامح شكري في فعاليات الجلسة الافتتاحية للدورة 42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي الذي يعقد على مدار يومين. تعقد هذه الاجتماعات على مستوى وزراء الخارجية في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، تمهيدا لانعقاد قمة الاتحاد الأفريقي، حيث تبحث عددا من الموضوعات والقضايا التي تمثل أولوية على الساحة الأفريقية، ومن أهمها تقرير الأنشطة السنوية للاتحاد الأفريقي وأجهزته، وتسريع مسار تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، بالإضافة إلى الوضع الإنساني والاجتماعي بالقارة. التقى سامح شكري وزير الخارجية مع محمد الأمين سويف المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي في الصومال ورئيس بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية على هامش أعمال المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي. وفي مستهل اللقاء، أكد شكري على دعم مصر الكامل للمبعوث ولولايته، مشددا على الدور الهام الذي تطلع به بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال في تثبيت الاستقرار، لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة قبل أن تشهد البعثة تخارجا كليا من الصومال في نهاية العام القادم، وفي ظل ما تليه مصر من أولوية لترسيخ وتعزيز السلم والأمن في القارة الأفريقية. وبحث شكري مع المبعوث الأفريقي التعاون القائم مع البعثة في مجال التدريب وبناء القدرات، كما استعرض شكري التجربة المصرية الناجحة في القضاء على الإرهاب، مؤكدا على أن مصر على أتم الاستعداد لمشاركة خبراتها مع البعثة الأفريقية في هذا الصدد. التقى وزير الخارجية سامح شكري مع خوسيه مانويل ألباريس وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني على هامش المشاركة في أعمال المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي. هذا وقد أشاد الوزير شكري بمواقف إسبانيا المتوازنة تجاه مصر في مختلف الأطر الدولية، كما أكد تطلع الجانبين نحو تعزيز علاقتهما الثنائية. وعرب وزير الخارجية عن تطلعه نحو الانتهاء من توقيع اتفاق إنشاء اللجنة الثنائية الاقتصادية والفنية، فضلا عن الدفع نحو تفعيل مجلس الأعمال المصري الإسباني، مثمنا المشروعات التي تنفذها الشركات الإسبانية في مصر في مجال النقل. واستعرض الوزيران آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وفي ليبيا، حيث شددا على أهمية الإبقاء على التنسيق المتواصل إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك سواء دوليا أو إقليميا، والمتعلقة باستقرار وأمن الجوار المتوسطي، بما في ذلك التنسيق لتنفيذ المقترح الإسباني لعقد قمة لدول الاتحاد الأوروبي مع دول الجوار الجنوبي خلال الرئاسة الإسبانية القادمة للاتحاد الأوروبي. الحمد لله على السلامة. وإلى جديد التطورات جراء الزلزال المدمر، حيث ارتفع عدد ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا إلى أكثر من 41 ألف حالة وفاة، فضلا عن عشرات الآلاف من الإصابات. يأتي ذلك بينما أعلنت السلطات التركية ولاية ألازيغ منطقة منكوبة لتصبح الولاية 11 نتيجة لتأثرها بالزلزال. كانت السلطات قد أعلنت أن حالات الوفيات لديها قد تجاوزت 35 ألف حالة وفاة، فيما بلغ عدد النازحين من المناطق المنكوبة أكثر من 2 مليون شخص، فيما بلغ عدد البنايات المتضررة بشكل كبير أكثر من 50 ألف مبنى.
وبينما تتضاءل الآمال في العثور على ناجين جدد جدد تحت أنقاض الزلزال المدمر، تمكنت فرق الإنقاذ في تركيا من انتشال سيدة أربعينية ورجل سبعيني على قيد الحياة في مدينة كهرماء مرعش. كما تمكنت فرق الإنقاذ أيضا من انتشال سيدة سبعينية على قيد الحياة من تحت الأنقاض في مدينة أديامان، وذلك بعد قضائهما قرابة 10 أيام تحت الأنقاض. وفي سوريا تجاوز عدد الوفيات جراء الزلزال المدمر 5800 حالة فضلا عن 1000 الإصابات. هذا وشهد معبر باب الهوى بين تركيا وسوريا عبور قافلة مساعدات أممية جديدة تضم 22 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية ومواد غذائية لمناطق الشمال السورية. تتواصل معاناة الناجين من الزلزال في سوريا وتركيا، حيث شكا كثيرون من أنهم ما زالوا يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية كالعثور على مأوى في ظل البرد القارس، وذلك بعدما فقدوا منازلهم في ظل صعوبة وصول المساعدات على حد وصفهم. كنا نحن قاعدين ببيت متواضع كتير كتير، وبعد ما صارت الهزة وطلعنا لهون حسينا في البيت وبالعيش اللي كنا بيركين فيها، يعني ايش بدي احكي لك، يعني وضع كثير كثير صعب، وما حسينا بالبيت الا لبعد ما فقدنا البيت. هاي الخيمه اللي اعطونا اياها عايشين فيها انا ومرتي واولادي، نحن 7 اشخاص الحمد لله رب العالمين، يعني متوفر الاكل والشرب، حطب متوفر، صابرك مركبينها بقلب الخيمه، يعني حوالي 50 عائلة هون موجودين بالحديقة، الحمد لله رب العالمين الأمور كويسة. يعني كان عندنا في 3900 عائلة متضررة بدون أي مأوى، عندنا أكثر من 270 بناء انهدموا على الأرض تماما، أكثر من 1000 بناء خارج كان يعني الخدمة لا يصلح للسكن، عندنا 3900 عائلة لا تملك أي مأوى. خيمة اليوم بشكل يعني ضروري جدا، يعني اليوم الأطفال نحن بنتحمل برد ما في مشكلة، نحن نبرك تحت هيك ما في اي مشكله، بس اطفال نساء المصاب اللي طالعناه من تحت التراب يعني رضوض كذا، هلق نزلت انا اولادي على المشفى جسمه كله ازرق. والله اولادي كلهم مرضانه، فوتي شو فيا، انا صار لي جمعه من وقت هيك يا لطيف صار فينا مرضانين، كان هلا جابوني من المشفى، عندي انا شهيد الحمد لله، وضعنا كثير تعبان. بدنا نوصل هذا الصوت لكل العالم تمام، بس ما وينه، وين المساعدات، وين المساعدات، هاتي لشوف. هلا في مئات العالم لسه بدها خياطه، ما عندها قرنه لتقعد فيها، طب هاتي شوف اعطونا حل، وين المساعدات اللي بتجي، وين، هاتي شوف مساعدات بعمرها ما لحتجي لها. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن العقوبات الغربية الموقعة على بلاده هي جزء من حرب اقتصادية وثقافية وسياسية وعسكرية ضد موسكو. وخلال مؤتمر صحفي أضاف لافروف أن روسيا منفتحة على وسائل الإعلام لعرض الحقائق ووجهة نظرها، مشيرا إلى أنه على ثقة أن الصحفيين شأنهم شأن الدبلوماسيين يهتمون بالحقيقة والموضوعية. должны впредь определяться не в его эгоистических интересах, а на справедливой, универсальной основе баланса интересов. قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن دول حلف شمال الأطلنطي لن تنجر إلى صراع مع روسيا، لكنها ملتزمة بالدفاع عن كل شبر من أراضي الحلف. خلال مؤتمر صحفي بمقر حلف الناتو في العاصمة البلجيكية بروكسل، أضاف أوستن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد توقع استسلام أوكرانيا، وإخضاع الناتو وما حدث هو العكس تماما. As a result of some of the
things that allies and partners are doing to provide security assistance. But you know, in terms of this. قال الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي ينس ستولتنبرغ إن وزراء الدفاع في الاتحاد الأوروبي سيناقشون سبل زيادة الإنفاق، حيث وصف الأزمة الروسية الأوكرانية بأنها أكبر أزمة أمنية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وخلال اجتماع لوزراء دفاع الحلف الناتو في العاصمة البلجيكية بروكسل، أضاف ستولتنبرغ أن الناتو يتطلع إلى زيادة إنتاج الأسلحة والذخيرة، مشيرا إلى أن 40,000 جندي من قوات الناتو في المناطق الشرقية من الحلف لديهم أصول جوية وبحرية كبيرة. ناشدت أوكرانيا الأمم المتحدة الضغط على روسيا للتوقف عن عرقلة شحنات الحبوب الأوكرانية التي يستفيد منها الملايين وللتوقف عن استخدام الطعام كسلاح. اتهم كل من وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا ونائب رئيس الوزراء أليكساندر كوبراكوف روسيا بتعمد إبطاء عمليات تفتيش والتذرع بأسباب لا أساس لها لوقف العمليات، قائلين إن مثل هذه السياسة الروسية قد أدت إلى انخفاض متزايد في حجم حركة الشحن ضمن مبادرة الحبوب. طلبت الأمم المتحدة 5.6 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية لنحو 11.1 مليون شخص في أوكرانيا. وقال مدير العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن جريفيث إنه بعد قرابة السنة تستمر الحرب في حصد القتلى وإلحاق الدمار والنزوح يوميا وعلى نطاق هائل، مضيفا أن الشعب الأوكراني ما زال يعاني وبحاجة إلى دعم دولي. أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي يبحث مقترحات لحزمة عاشرة من العقوبات ضد روسيا تشمل حظر التجارة. أوضحت فون دير لاين أن قيمة حزمة العقوبات المقترحة ضد روسيا تصل إلى 11 مليار يورو، وأنها ستحظر أيضا تصدير مكونات تصنيع المسيرات، مشيرة إلى أنه يتم دراسة فرض عقوبات على الدول التي تمد موسكو بالمسيرات لاستخدامها في العملية العسكرية على أوكرانيا. et de nouveaux contrôles des exportations de technologies vers la Russie.
قالت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة إن روسيا ستدعو إلى اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 22 من فبراير لبحث تخريب خط أنابيب الغاز نورد ستريم. كانت تقارير صحفية قد ذكرت أن هجوما على خطوط الأنابيب التي تديرها روسيا تحت بحر البلطيق قد نفذ في سبتمبر الماضي بتوجيه من الرئيس الأمريكي جو بايدن. من جانبه نفى البيت الأبيض هذا التقرير ووصفه بأنه وهمي تماما وكاذب. بدأ تطبيق آلية سقف أسعار الجملة للغاز الطبيعي المستورد في الاتحاد الأوروبي في حال ارتفاع أسعار الغاز بشدة في المستقبل. ووافق وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي في ديسمبر الماضي على الآلية الجديدة بعد مناقشات استمرت شهورا حول كيفية التعامل مع أسعار الغاز المرتفعة منذ انهيار واردات الغاز من روسيا عقب هجومها على أوكرانيا في أواخر فبراير الماضي. ومن المقرر تفعيل آلية سقف الأسعار تلقائيا إذا تجاوز سعر العقد الآجل القياسي للغاز الهولندي 180 يورو لكل ميجا وات في الساعة تسليم الشهر التالي لمدة 3 جلسات تداول متتالية، في حين أن سعر هذا العقد القياسي يزيد بمقدار 35 يورو على الأقل عن سعر كل ميجا وات في الساعة للغاز الطبيعي المسال في السوق العالمية. حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية قادة المقاطعات الأمريكية من أن المواطنين قد يفقدون وظائفهم ومدفوعات الإعانات الفيدرالية إذا سمح الكونغرس لأمريكا بالتخلف عن سداد مدفوعات التزاماتها، وذلك عبر الإخفاق في رفع سقف الدين. قالت وزيرة الخزانة الأمريكية إن واشنطن بإمكانها سداد فواتيرها عبر توظيف تدابير غير عادية لإدارة النقد، مشيرة إلى أن التخلف عن سداد الديون قد ينتج عنه كارثة مالية واقتصادية. هذا وقد وصل الدين العام الأمريكي إلى 31.4 تريليون دولار. إلى بريطانيا، حيث تباطأ معدل التضخم في المملكة المتحدة للشهر الثالث على التوالي في يناير ليصل إلى 10.1% على أساس سنوي، وهو ما يقل عن توقعات الاقتصاديين، لكن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة استمر في الضغط على الأسر البريطانية. ويستمر معدل التضخم بالتباطؤ منذ أن وصل إلى أعلى مستوى له في 41 عاما عند 11.1% في أكتوبر. وكان مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الذي لا يشمل الطعام أو الطاقة أو الكحول أو التبغ قد سجل 5.3% مقارنة ب 5.8% في ديسمبر وفقا لمكتب الإحصاء الوطني. التاسعة مستمرة وتتابعون فيها. اليابان تحذر الصين من انتهاك مجالها الجوي ببالونات مراقبة مسيرة. حذرت اليابان الصين من انتهاك مجالها الجوي ببالونات مراقبة مسيرة، مشددة على أن هذا الأمر غير مقبول. وأوضحت الحكومة اليابانية أن طوكيو قد أجرت تحقيقات بشأن هذه الأجسام التي اخترقت مجالها الجوي على شكل بالونات، مشيرة إلى أنها تشتبه في أنها مسيرة وقادمة من الصين. أكدت رئيسة الوزراء الإسكتلندية نيكولا ستورغن استقالتها معلنة إجراء انتخابات لاختيار رئيس للحزب الوطني الإسكتلندي خالفا لها. وخلال مؤتمر صحفي قالت نيكولا ستورغن إن الوقت قد حان الآن للاستقالة، مضيفة أنها ستبقى رئيسة للحكومة حتى ينتخب الحزب الوطني الإسكتلندي رئيسا له خلفا لها. And when that time came to have the courage to do so.
عقدت منظمة الصحة العالمية اجتماعا عاجلا بشأن فيروس ماربورغ المعروف بالمرض الفتاك الذي يقتل نحو 90% من المصابين به. جمعت المنظمة خبراء الصحة من جميع أنحاء العالم لمناقشة سبل تطوير لقاحات أو علاجات لفيروس ماربورغ. ناقوس جديد للخطر تدقه منظمة الصحة العالمية بعد رصد وفيات وإصابات وحالات اشتباه لفيروس قديم جديد برز مؤخرا من الغرب الأفريقي، فيروس ماربورغ المنحدر من عائلة فيروس إيبولا الفتاك الذي اكتشف للمرة الأولى في ألمانيا وصربيا عام 1967 بعد وفاة وإصابة العشرات، أطل مؤخرا بوجهه القبيح من البوابة الأفريقية لترصده منظمة الصحة العالمية وتطلق تحذيرا من تداعياته. فمن غينيا الاستوائية كانت حالات الوفيات والإصابة والاشتباه قبل أن ينتقل الفيروس في رحلته العابرة للحدود إلى الكونغو الديمقراطية وكينيا وجنوب أفريقيا وأوغندا وزيمبابوي، رحلة ترصدها وتتابعها منظمة الصحة العالمية بقلق وخوف كبيرين، خشية من عودة ذكريات انتشاره في عام 2005 بأنغولا وتسبب آنذاك في وفاة نحو 300 شخص. ومما يثير القلق أكثر بحسب المنظمة أن الفيروس الذي وصفته بأنه شديد العدوى يفضي في كثير من حالات الإصابة إلى الوفاة بسبب النزيف الحاد الذي يحدثه جراء الأعراض التي يتركها وراءه من حمى وإسهال وقيء. فأشارت المنظمة إلى أن حالات الوفيات تصل إلى نحو 50% من حالات الإصابة في المتوسط، وأن السلالات الأشد ضرراً تتسبب في وفاة نحو 90% من حالات الإصابة. أما انتشار الفيروس فتعددت روافده، فبحسب العلماء يرجع تفشي الفيروس إلى القرود الخضراء الأفريقية الواردة من أوغندا فضلاً عن حيوانات أخرى مثل الخنازير. كما أكد العلماء أن العدوى تنتقل بين البشر عن طريق أشخاص قضوا فترات طويلة في كهوف ومناجم تسكنها الخفافيش على الأغلب. ومع انتشار الفيروس من حين لآخر أطلق العلماء أيديهم لوقف جماح هذا الانتشار الذي قد يهدد البشرية، فاعتكفوا في محاريبهم العلمية لتطوير مجموعة من منتجات الدم والأدوية والعلاجات المناعية المضادة لهذا الفيروس. ولعل إحدى تلك الأيادي كانت السبب في حماية أوروبا خلال السنوات الماضية التي لم تشهد سوى حالة وفاة واحدة خلال 40 عاما الماضية، فضلا عن وفاة شخص واحد في الولايات المتحدة بعد عودته من رحلات استكشافية لكهوف في أوغندا. تم توقيع الكشف الطبي على 200 شخص بقرية طويسة خلال مبادرة عينيك فعنينا بمحافظة أسوان. يأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث شارك في القافلة العلاجية عدد من الأطباء المتخصصين. هذا وقد تم توقيع الكشف الطبي على المرضى والمترددين وصرف العلاج وتسليم النظارات الطبية بالمجان، وتم تحويل عدد من الحالات للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة والخاصة بالعيون. عملنا كل الفحوصات اللازمة للحالات، وإن شاء الله العمليات هتكون بالمجان، والعلاج والنظارات النهاردة استلموها وكل حاجة بالمجان. موجودين مع أهلنا في محافظة أسوان لتوقيع الكشف على أهلي مدينة الطوسية. النهاردة وقعنا الكشف على أكثر من 200 مريض، وتم توصيف بعض العمليات الجراحية للمرضى، وتم توصيف النظارات والعلاج، وتم صرف العلاج والنظارات للمرضى اللي كانوا موجودين معنا النهاردة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما ورد بشأن ادعاء أشخاص انتسابهم لجهات رسمية والتواصل مع المواطنين بزعم تعيينهم في مسابقة 30,000 معلم مقابل مبالغ مالية رغم عدم توافر شروط المسابقة لديهم. وقام المركز بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي نفى تلك الأنباء، مؤكدا أنه لا صحة لإمكانية التلاعب في منظومة المسابقة. وشدد الجهاز المركزي على أن منظومة المسابقات المركزية الخاصة بتعيين 30,000 معلم مؤمنة بعدة آليات تقنية وإلكترونية تحول دون تدخل العنصر البشري أو إجراء أي تعديل في عملية الاختيار، موضحا أن بوابة الوظائف الحكومية هي الآلية الوحيدة للتقديم في المسابقة
وفقا للشروط المعلن عنها. حصدت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا المركز الأول في مؤشر براءات الاختراع خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للابتكار في نسخته السابعة. أوضح رئيس الجامعة المصرية اليابانية عمرو عدلي أنه خلال فترة أقل من 10 سنوات تم التقدم لتسجيل 83 براءة اختراع تغطي جميع تخصصات العلوم الهندسية والعلوم الأساسية، مضيفا أن الجامعة تعطي أولوية قصوى لدعم الابتكار وتوجيه الأبحاث التطبيقية لخدمة الصناعة لزيادة القيمة المضافة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. افتتح مدير مكتبة الإسكندرية أحمد زايد معرض أجندة الفني بمكتبة الإسكندرية في دورته 16 الذي نظمته إدارة المعارض والمقتنيات الفنية بقطاع التواصل الثقافي بالمكتبة. وأشار زايد إلى أن هناك اتجاها من المكتبة لقيام مسابقة لشباب الجامعات الموهوب في الرسم، مؤكدا أن المكتبة سوف تكون مكانا لتفريغ الطاقات الفنية ودعم الجمال في المجتمع المصري. ويواصل المعرض فعالياته حتى 4 مارس المقبل، حيث تحتفي مكتبة الإسكندرية من خلال الدورة بعدد من ضيوف الشرف الذين صنع أدبهم تاريخا وبصمة في ساحة الفن المصري المعاصر. عندنا معرض فني تشكيلي مهم اللي هو معرض أجندة في الدورة 16 بتاعته. المعرض ابتدى سنة 2008 وإحنا دلوقتي دي الدورة 16. المعرض موجود في قاعتين المعارض الكبار بتوع المكتبة اللي هو قاعة المعارض الغربية والشرقية. المعرض بيكمل سنته 16 بنجاح كبير، ودي حاجة إحنا فخورين بيها لأن عليه إقبال كتير جدا من الفنانين الشباب والكبار كذلك، ان هم يقدموا على المشاركه في المعرض بمختلف انواع الفنون التشكيليه. والان وصلنا الى اهم انباء المال والاعمال في نشرة التاسعه. الجوله الاقتصاديه ورجاء رمزي، اليك رجاء. اختتمت فعاليات الدورة 6 من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2023 بحضور دولي كبير وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. كان وزير البترول طارق الملا قد عقد جلسة مباحثات مع الشيخ منصور محمد الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة الإماراتية لاستعراض أوجه التعاون مع الشركة الإماراتية. كما عقد الوزير جلسة مباحثات مع جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية السابق بالقاهرة ومدير شركة جوكو للاستشارات الفنية والهندسية حاليا، وفد شركة باكسون الأمريكية المتخصصة في تكنولوجيات خفض الانبعاثات. على مدار 3 أيام انعقدت الدورة 6 لمعرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول إيجيبس 2023، دورة جاءت لدعم إمدادات الطاقة العالمية، ليشهد اليوم الأخير من الفعاليات الكثير من الجلسات والحلقات النقاشية التي دارت حول الجديد في مجالات الطاقة. المؤتمر حقيقي بيكتسب بعد كبير في مجال استكشاف ومجالات الأخرى. بالنسبة لمجالات الاستكشاف، هو طبعا هو حجر الأساس لأي شركة بتيجي تشتغل في مصر، إنها بتاخد منطقة امتياز وبتقوم بأعمال مسح سيزمي ودراسات جيولوجية تمهيدا للحفر. الأبحاث اللي تقدمت كانت على مستوى عالي من الجودة. كتير من الجنسيات على مستوى العالم قابلتنا، احنا عارضين في صالة 3 شركة بتروكيماويات، وواضح ان الإقبال كان متزايد. الوقت بيعدي سريعا من كتر اللقاءات ومن كتر المواعيد والاجتماعات اللي احنا بنحضرها مع الناس. احنا بنشترك في المعرض البتروليوم شو نتيجة ان احنا أكبر قلاع بناء السفن موجود في مصر اللي بيقدر يقدم خدمات والسبورت لقطاع البترول. وفي أجنحة المعرض وقعت العديد من الشركات العربية والدولية مذكرات تفاهم وتعاون واتفاقيات شراكة تركزت حول تعزيز التعاون في الخدمات البترولية والاستفادة من الخبرات المختلفة في هذا المجال. بيفتح مجال لشراكة قوية، تنافس أكبر
ما بين شركة إماراتية ذات تكنولوجيا وشركة مصرية ذات خبرات عريقة، فبيسهل التنافس في الماركت الصعب حاليا. يعني الحقيقة المعرض هو طفرة هائلة في قطاع البترول في مصر، اللي ما كناش نتخيل ما شاء الله بعد النسخة السادسة منه نلاقي قد ايه عدد الزوار اللي من مختلف انحاء العالم ودول العالم المتقدمة انه يجوا يحتفلوا معانا ويعرفوا قد ايه مصر وصلت في التقدم في مجال التكنولوجيا والغاز الطبيعي. كل الشركات العالمية النهاردة هنلاقي فيها نشاط غير عادي وكلها جاية تحط استثمارات في مصر. مشاركة دولية كبيرة شهدتها فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2023 تعكس دور مصر كمساهم في تحقيق أمن الطاقة، وتؤكد أن مصر تلعب دورا بارزا في هذا القطاع الحيوي. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري. نظمت هيئة الدواء المصرية بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية ورشة عمل افتراضية لشركات الأدوية المصرية الراغبة في تصدير مستحضراتها الصيدلانية إلى المملكة. تناولت الورشة شرحا وافيا لحجم سوق المستحضرات الصيدلانية والبيولوجية في السعودية، وأيضا الإجراءات التنظيمية المتبعة داخل المملكة لتسجيل وتسعير المستحضرات الصيدلانية. وأكد الجانب السعودي حرص بلاده على تعميق التعاون في مجال المستحضرات الصيدلانية مع مصر ورغبتهم في تبادل الخبرات في كافة أوجه العمل الرقابي. وفي سوق المال أنهت البورصة المصرية تعاملاتها على ارتفاع جماعي للمؤشرات، ذلك للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين وسط تداولات مرتفعة. صعد رأس المال السوقي بنحو 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1,100,000 جنيه مصري. أما على صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إي جي إكس 30 بنسبة بلغت 0.53% ليغلق عند مستوى 17,522 نقطة. فيما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة بلغت 1.3% ليغلق عند مستوى 3003 نقاط. فيما سجل مؤشر إي جي إكس 100 صعودا بنسبة بلغت 1.1% ليغلق عند مستوى 4523 نقطة. وإلى أسواق البترول العالمية، واصلت أسعار النفط التراجع بفعل مخاوف من ضعف الطلب على الوقود وحدوث أيضا ركود اقتصادي بعد قفزة أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية، ووسط ترقب لمزيد من الإجراءات الخاصة برفع الفائدة. خفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة بلغت 0.65% لتصل إلى تقريبا 85 دولار للبرميل. كما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة بلغت 0.68% لتسجل تقريبا 78 دولار و52 سنتا. فيما تراجعت أيضا أسعار المازوت عالميا بنسبة بلغت 1.88% لتصل تقريبا إلى 2 دولار و88 سنتا للتر. كما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 1.25% لتسجل دولارين 2.53 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. إلى أسواق المال الخليجية التي أغلقت أغلبها على ارتفاع، بينما تراجع مؤشر أبو ظبي في ختام التعاملات. صعد المؤشر الرئيسي بالسعودية بنسبة بلغت 0.7%، كما زاد المؤشر القطري بنسبة بلغت 0.6%، فيما زاد مؤشر دبي الرئيسي بنسبة بلغت 0.1%، بينما تراجع مؤشر أبو ظبي بنسبة بلغت 0.3%. مشاهدينا، نهاية هذه الوقفة الاقتصادية، عودة مجددا إلى ريهام ويوسف، إليكم. شكرا لك رجائي.
أعلنت السلطات النيوزيلندية أن الإعصار العنيف جابرييل الذي اجتاح البلاد هذا الأسبوع خلف 4 قتلى على الأقل، محذرة من أن الخطر لم يتبدد نهائيا بعد. وبسبب الإعصار جابرييل أعلنت السلطات في نيوزيلندا حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة أسبوع، مشيرة إلى أن الدمار واسع النطاق في جميع أنحاء البلاد. وتسبب الإعصار في هبوب رياح عاتية بلغت سرعتها 140 كيلومترا في الساعة، كما أدى لهطول كميات كبيرة من الأمطار وصلت إلى 20 سنتيمترا خلال 24 ساعة، في حين بلغ ارتفاع موج البحر 11 مترا. انطلق المؤتمر الدولي الثاني لاتحاد الأثريين المصريين بمدينة الواحات البحرية. يشارك في هذا المؤتمر نخبة من المتخصصين في مجالات الآثار والتراث والدراسات السياحية في مصر والوطن العربي. على هامش انطلاق المؤتمر الدولي الثاني لاتحاد الأثريين المصريين، نظم الاتحاد جولة بمدينة الواحات البحرية تم خلالها افتتاح أحد الفصول الدراسية لذوي الهمم بمدرسة البويط الثانوية وبرعاية إحدى مؤسسات المجتمع المدني كمساهمة منها في دعم المنظومة التعليمية. طبعا هؤلاء لابد جزء عزيز علينا وجزء عزيز على المجتمع، لابد من دمجه والاهتمام به. قضية التعليم هي قضية مهمة، التعليم والصحة هي أهم أمرين توليهم القيادة السياسية هنا في مصر. افتتاح فصول ذوي الهمم يأتي كخطوة لافتتاحات قادمة، وذلك في ظل اهتمام الدولة الكبير بدمج تلك الفئة في المجتمع وتمكينهم على كافة الأصعدة. نحاول ان احنا ندعم الاقتصاد القومي والسياحة على الوجه الأكمل. يعني احنا هنا في مدرسة البويط الثانوية بنفتتح على هامش المؤتمر فصول لذوي الاحتياجات الخاصة. افتتاح فصل بيخدم ذوي الهمم للفئتين، الدمج والتربية الفكرية، ودي يمكن الجزئية اللي كانت بتنقصنا في إدارة الواحات البحرية، إمكانيات لمساعدة هؤلاء في الفئة المهمة اللي هي بتاخد في اهتمام كبير على مستوى الجمهورية. هذا وتم تنظيم جولة داخل متحف المومياوات الذهبية، والذي يعد من أبرز الأماكن السياحية في الواحات البحرية، ويؤرخ لفترة الحكم اليوناني الروماني لمصر وتحديدا الأسرة 26. من الواحات البحرية، محمد الخطيب، التلفزيون المصري. والآن نتحول في نشرة 9 للتعرف على توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية. أخبار الطقس يستعرضها لنا رجائي رمزي. إليك رجائي. شكرا يوسف، شكرا ريهام. مجددا مشاهدينا، توقعات خبراء الطقس نتابعها في هذه الوقفة الجوية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس بارد صباحا مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للدفء على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء. فيما يلي استعراض لدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، نبدأها بمحافظة القاهرة العظمى فيها 17، الصغرى فيها 9، أما الإسكندرية العظمى فيها 16، الصغرى فيها 9، مطروح 16، 10، بورسعيد 17، 10، أما محافظة الإسماعيلية 18 العظمى فيها، أما الصغرى فست درجات. إلى السويس العظمى فيها 17، الصغرى فيها 7، العريش 17، 9، طابة 15، 9، شرم الشيخ 20، 12، أما الغردقة 20، 11، محافظة الأقصر 21-8، أسوان 21-8، الوادي الجديد 22-7، شلاتين 22-14، أما حلايب العظمى فيها 20 والصغرى 13. لأن نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية، نتابع. We'll be right back.
والآن مشاهدينا نترككم ولقطة اليوم. ومن لقطة اليوم إلى تذكرة بالعناوين. مصر تتسلم رئاسة نيباد، ورئيس السيسي يستعرض أولويات الرئاسة المصرية للجنة رؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي. مدبول يترأس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لصناعة السيارات ويؤكد توطين وتعميق صناعة السيارات في مصر. رغم مرور 10 أيام على الزلزال المدمر، استمرار الهزات للارتدادية في تركيا. وصلنا إلى ختام نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة لازال يتواصل مع يوسف الحسيني. مساء الخير يا يوسف. ازيك يا ريان؟ ازيك يا يوسف؟ عاملين ايه؟ كله تمام؟